يسأل هذا المستمع من دولة البحرين فيقول: ما هي النفقة الواجبة على الزوج لزوجته؟ هل المقصود الإنفاق عليها أم يجب إعطاؤها مبلغا من المال في يدها؟ كل ذلك جاهز، وهذا راجع إلى المصلحة وما يسد الحاجة. فإن كانت الحاجة داعية إلى إعطائها نقود بقدر مصروفها وهي تشتري بها أو يشتري وكيلها لها بها نفقتها فلا بأس بذلك. وإن كان الحاجة تندفع بإعطائها طعاما جاهزا أو طعاما غير جاهز كالحبوب والثمار، فالأمر راجع في هذا إلى ما يحقق المصلحة ويدفع المضرة وما تراضى عليه الطرفان الزوج والزوجة. نعم.